مشاهدينا وصلنا للفقرة الرئيسية، شو صار؟ تعاني مدينة دمشق في الأعوام الأخيرة من نقص كبير في سيارات النقل والمواصلات العامة، الأمر الذي أدى إلى أزمة غير مسبوقة في المواصلات والتنقل. صحيح، سعت دائرة النقل والمواصلات في محافظة دمشق التابعة للنظام إلى إطلاق مشروع لمواجهة هذه الأزمة، فكان التاكسي سيرفيس أحد الحلول قبل أن تصدر قراراً جديداً بخصوص سيارات الأجرة العامة. خلونا نعرف أكثر عن هالموضوع بعد التقرير. قد تكون سيارة الأجرة خياراً مطروحاً حين تفكر بالتنقل في دمشق، لكن السؤال من يستطيع تحمل تكلفتها؟ أمام ازدحام خانق وتضاعف في عدد السكان إثر النزوح والتنقل الإجباري، تشهد دمشق أزمة نقل كبيرة. التاكسي سيرفيس كانت إحدى البدائل التي عملت دوائر النظام على تعميمها وفعلت منظومتها منتصف العام الفائت، وعلى الرغم من ذلك لم تلقى قبولاً مناسباً من الناس بسبب ارتفاع أجرتها مقارنة مع وسائل النقل الجماعي وعدم التزام أصحابها بخطوطهم. محافظة دمشق قررت مؤخراً اتخاذ قرار ينهي عمل السيارات العامة المسجلة في عام 2001 وما قبل كسيارات أجرة عامة ونقلها إلى منظومة التاكسي سيرفيس، مع السماح لمن يرغب من مالكي سيارات الأجرة المسجلة عام 2001 وما قبل بتحويلها إلى سيارة خاصة حال رغب صاحب السيارة بذلك. وأكد زكريا ياغي رئيس نقابة عمال النقل البري التابع للنظام أنه تم وضع ضوابط لهذه الخدمة لرفض عملية النقل العام وعدم انتشار الفوضى عند استخدامها على حد تعبيره. تنتشر خدمة التاكسي سيرفيس في عدد من بلدان الجوار والعالم، وغالباً ما يجد المواطن فيها حلاً لأزمة التنقل داخل المدن، لكن مع المشاكل التي تزايدت إثر نقل هذه التجربة إلى سوريا يظل السؤال حول جدواها وفائدتها قائماً. مشاهدينا بإمكانكم المشاركة برأيكم من خلال التعليقات والتصويت على سؤال حلقة اليوم على صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على اليوتيوب. قرار بتحويل سيارات الأجرة من طراز 2001 وما قبل إلى العمل كتاكسي سيرفيس، هل تعتقد أن ذلك حلا لأزمة التنقل داخل دمشق؟ تقدروا تجاوبونا أكيد بالتصويت والتعليق. ومعنا الحديث في هذا الموضوع بالاستوديو الأستاذ جواد منى وهو رئيس تحرير صحيفة سوريتنا، ومعنا عبر السكايب مرشد النايف وهو صحفي اقتصادي. مساء الخير لكم. مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم. بداية أستاذ جواد، برأيك ما سبب إحالة النظام هذا النوع من السيارات الأجرة اللي هن قبل 2001 إلى سرافيس أو سيارات خاصة؟ الحقيقة السبب بحسب وسائل إعلام النظام هو يعني مضحك، هو للحفاظ أو للتخلص من التلوث البصري، كونه هي السيارات غير لائقة بصريا حسب نقابة عمال النقل. مين اللي أدى لهذا التلوث اللي جاب سيارات السابا وغيرها والسيارات الإيرانية اللي يعني لوثت فعلا البلد. يعني هو هيك عم بيقول، لكن هي في الحقيقة سيارات غير صالحة للتنقل، غير صالحة فنيا يعني قديمة جدا صارت، وأساسا هي من لما إجت، من لما بلش استخدامها في سوريا بداية التسعينات وبداية الألفينات، كانت سيارات سيئة الصنع، يعني سيئة الصنع من الداخل ومن الخارج، ومحركاتها غير صالحة لتعيش هاي الفترة الطويلة. صحيح. تعيش هاي الفترة الطويلة، وحطوا شروط لأنه تكون سيارات محركاتها قوية ومؤهلة من الداخل ومن الخارج، فرج جيد ومنظر لائق كذا. لكن في الحقيقة هو يعني يبدو أنه مشاكل النقل داخل العاصمة دمشق
تاكسي لا يحتمل تاكسي، فهو من الافضل بالنسبه لدائره النقل تحويلها لخدمه تاكسي سيرفيس. تاكسي سيرفيس لانه هي مربحه اكثر للضرائب والرسوم عليها اكثر من ضرائب التاكسي. رح نرجع لنتناقش معك بهذا الموضوع. بدي ارجع للاستاذ مرشد. استاذ مرشد، لاي مدى فعلا بيساعد هالقرار انه يخفف ضغط عن سيارات النقل العامه، خاصه انه ذكر ضيفنا بالاستوديو استاذ جواد انه هي يعني خلينا نقول السبب هو رفاهيه، انه تخفيف المشهد المؤذي للبصر. هل فعلا اصلا النظام بهذا الوقت عنده هاي الرفاهيات؟ مساء الخير مجددا لحضرتك والساده المشاهدين. في تقديري الشخصي يعني ان النظام يعمل على ترحيل المشاكل، يعني تحويل بعض موديلات تكاسي الاجرة الى تاكسي سيرفيس يحتاج الى مدينه تتمتع بالاستقرار او فيها حد الادنى من الاستقرار، فيها يعني مواصفات الشوارع، فيها ليس فيها ازدحام شديد. على الاطلاق في تقديري الشخصي النظام يعمل على ترحيل مشكلة إلى مكان آخر إلى سنوات قادمة. في تقديري الشخصي أن يعني 3500 سيارة يشملها القرار من مجموع السيارات العاملة في دمشق والبالغ عددها بحدود 24,000 سيارة. هؤلاء سيتضرر أصحابها بالمطلق، لأنه يعني في يعني هناك إحالة أو هناك يعني صعوبة بالغة في تحويل هذه السيارات إلى تاكسي أجرة. كما سبق وذكرت دمشق تشهد ازدحام يعني منقطع النظير، مساحة صغيرة يتحرك فيها يوميا نحو 1,400,000 سيارة، وبالتالي سيكون إذا من الطرف المستفيد من هذا التحويل؟ إذا صاحب التاكسي ما حيستفيد يعني هل المواطن ممكن يستفيد مثلا أنه تكون أجرة التاكسي أخف عليه، مثل لبنان بيطلع مثلا سيرفيس تاكسي بدل تاكسي كاملة؟ على الإطلاقية. بالمناسبة مشكلة يعني النقل في دمشق وفي جميع المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد هي مشكلة معقدة. على سبيل المثال في آب أغسطس 2018 أعلن وزير النقل في نظام الأسد أنه تم التعاقد على توريد نحو 1000 باص، على أن يتم استلام دفعة 200 باص بنهاية 2018. للصدفة يوم أمس طالعنا إعلام النظام بوصول فقط 50 باص حصة دمشق وريف دمشق، 17 باص فقط لا غير. وبالتالي أنا أقول يعني إخراج هذا العدد من التكاسي إلى خارج الخدمة لا يوازيه دخول حافلات نقل تعوض ذلك النقل، عفوا ذلك النقص في حال حصل. قد يكون أحد المستفيدين هو شركة السيارات الإيرانية السورية المعروفة بسيامكو، وقد أطلقت إنتاج جديد بنهاية يناير الماضي، طاقته الإنتاجية تبلغ 40 سيارة في اليوم، لكن ضعف الطلب المحلي على هذا النوع من السيارات الخردة يعني لم يشجع إدارة المصنع على إنتاج أعداد كبيرة. في الإجمال في حال تم إخراج موديلات قديمة من السيارات العاملة في دمشق، في تقديري الشخصي سيحل محل سيارات سيامكو الخردة إيراني. يعني استبدال خردة بخردة بخردة خردة نعم خردة بخردة حبيب تبقى دمشق نعم تراجع كبيرا. حابب أخذ رأيك أستاذ جواد بهذا الموضوع، فعلا استبدال خردة بخردة وبعدين يعني شو رح يصير بحال مواطن سائق التاكسي اللي هو اساسا عم يعتاش على هذه السياره؟ شو رح يصير فيه؟ وليس فقط سائق التاكسي، يعني اكثر من عائله، يمكن عائلتين او ثلاث عائلات بتعيش من وراء التاكسي من وراء التاكسي تحديدا. وناهيك عن يعني على حسب ما بيقولوا شوفيري التكاسي في دمشق انه اكثر من نصف الايراد التاكسي بيروح حق بنزين، وجزء كمان تاني بيروح للتصليح والصيانة الدورية بالإضافة للمخالفات، بضل جزء بسيط لصاحب التاكسي أو من يعمل عليها والعائلات اللي عايشة من وراها. فهو عمليا يعني أزمة جديدة، أزمة لأشخاص، لمدنيين، لمعيشتهم، بمعيشتهم، برزقهم، بلقمة عيشهم، في مقابل مثل ما تفضل استاذ، في مقابل إفادة شركة السيارات الإيرانية السورية اللي هي بتصنع سيارات التاكسي وبتصدرها لسوريا، هي اساسا المستفيد الاول من هذا الموضوع. هلا قرأت انا من فترة على موقع موالي او موقع دي بريس اعتقد
انه في صفقه لتوريد مجموعه من كميه من سيارات تاكسي لداخل سوريا. اعتقد القرارين مرتبطين ببعض. القرار كان مفترض يتنفذ من العام الماضي وتاجل، لكن الان يبدو الحديث جدي اكثر حول هذا السبب الذي ترجح من يعني وراءه ممكن انه الزام ممكن السائقين لنهايه العام باستبدال السياره. يعني بالضبط ممكن يكون هذا الـ هذا الـ هذا السبب، لكن بالنهايه يعني بما يخص الوضع المدني المعيشي داخل سوريا هي قرارات والسلام. يعني لا. النظام يصدر قرارات أو حكومة نظام تصدر قرارات في شتى الاتجاهات أو بكل الاتجاهات لا معنى لها. المواطن هو الخاسر الأكبر بهاي الحالة. إن كان في قطاع كنا قبل فترة عم نحكي عن موضوع القرارات فعلا عم تصدر جديد، إنه القصد هي إلهاء الشعب بهاي التفاصيل. قرارات فوضوية ومتشعبة في لا حول له ولا قوة عم يقدر أبدا يعمل أي شيء. رح نرجع لنحكي أكثر معكم بهذا الموضوع، بس خلونا نروح نشوف إنفوغراف حول معلومات عن هذا القرار وإحصائيات عن عدد السيارات المتأثرة من القرار الجديد. أستاذ مرشد، يعني في حال تم تحويل هذه السيارات هل هناك خطوط محددة لهذه المركبات أم أنه رح تصير وفقا لرغبة الركاب؟ يعني مثل ما بنعرف التاكسي السيرفيس في بيروت أنت بتحدد المسار وممكن مين على طريقك يطلع بالسيارة، أما المكاري أو السرافيس البيض في سوريا خطه واحد معروف، كيف رح تكون الموازنة عنا؟ لا يعني مع الأسف الشديد لا يمكن مقارنة وضع دمشق حتى مع بيروت المثقل. عم نحكي هلأ على بس على خط السير. نعم على خط السير. أنا في تقدير أولا يعني العدد الذي سيتحول أو سيرضى إلى أن يتحول إلى سرفيس هو عدد قليل جدا جدا، لأن طبيعة دمشق المزدحمة ستحول دون يعني ألا تقدم إغراء لذوي السيارات لأن يتحولوا أو ليعملوا بالموجب هذا بالنسبة لذوي السيارات، ولكن بالنسبة للمواطنين أتعتقد أنه ممكن يخفف عنهم الأجرة؟ على الإطلاق، لأننا نحن نتسع عن عفوا نحن نتحدث عن سيارات ذات سعة محدودة، يعني التاكسي يستوعب 4 ركاب فقط لا غير. نعم. في حين أن الحافلة الكبيرة تتسع لنحو 40 أو 50 راكب بين جلوس ووقوف. ما يحل أزمة دمشق حقيقة هو يعني الانفراجة على كامل الأراضي السورية، بمعنى أن لا يمكن لنظام مستبد أن يقوم بأي عمليات تنظيم. طالما أن الفساد هو الشيء الوحيد المنظم في سوريا الأسد، سيبقى قطاع النقل شأنه شأن القطاعات الأخرى، سيبقى عصيا على التنظيم، سيبقى غير منضبط. تصور أن 24 ألف سيارة تاكسي وهو عدد يفوق عدد سيارات عدد التكاسي السوداء العاملة في لندن، يعني لربما يوجد 10 أو 100 أو 1000 سيارة فقط لا غير ممن يضعون لصاقة التعريف بالسائق، ممن يضعون فانوس على السيارة. صحيح لا يوجد تنظيم فعلا. نعم ولكن على الإطلاق فيما يخص سيبقى هذا على الإطلاق سيبقى هذا القطاع قطاعا منفلتا. إذن فيما يخص خط هذا السيرفيس تاكسي تعتقد أنه سيكون عشوائي وما في ترتيب للموضوع؟ خط السيرفيس ستحدد كمية النقود المدفوعة لإدارة المرور، كمية النقود المدفوعة لوزارة النقل فقط لا غير. هو هذا الناظم الوحيد الذي سيجعل صاحب السيارة يعني يحقق الفائدة الأعلى من
بين قوسين هذا الاستثمار، سوى ذلك ليس هناك من يعني قوائم ناظمة. ليس معنا هناك أستاذ مرشد، رح نرجع لك أكيد. أستاذ جواد كان عنده تعليق، يمكن أنت عم تحضرتك عم تحكي، تفضل. كان بدي أقول أنه مسألة أو أزمة المواصلات في إن كان في دمشق أو في عموم المحافظات السورية لا تحل بقضية التاكسي، قضية تحتاج لوسائل نقل عامة، واللي هي باصات تابعة للدولة أو باصات نقل عامة أو حافلات نقل عامة، واللي هي أساساً الحافلات النقل اللي هي الحافلات الخضر اللي بتسمى هي استخدمت للتهجير وتدمرت أو استخدمت لنقل العساكر والعناصر الجيش. فحل قطاع النقل أو حل أزمة المواصلات داخل سوريا هو بحاجة إلى بناء قطاع نقل حقيقي، يعني قطاع نقل تابع للدولة، باصات نقل عام تابع للدولة. لكن التاكسي بالنهاية في ظل الفوضى الحالية هي ما بتقضي غرض، وبالنهاية تكاليفها عالية جدا. ولكن البنية التحتية أيضا تحتاج إلى إعادة دراسة، يعني الشوارع عندنا غير صالحة، يعني أصبحت قديمة جدا، يعني هي لا يوجد أنفاق، لا يوجد المواضيع اللي حكينا فيها سابقا، يعني هي الأزمة من كل الأطراف، هي الأزمة من كل الجهات، أزمة في المواصلات، في الطرق، في سن القوانين والتشريعات، الأزمة متشعبة ولا تحل إلا بشكل كامل. لكن على الأقل الحل يبدأ من سيارات التاكسي تماما، يعني هذا القرار، يعني في ظل كل هذا الترهل اللي حكينا عليه والأزمة الاقتصادية اللي عم بعيشها البلد، أكيد مو هذا الحل الأمثل للمواطن بهذا الوقت. بالضبط، لا حل للمواطن ولا حل لسائقي التاكسي، وهن كمان شريحة كبيرة، يعني كل تاكسي يعمل عليها اثنين او ثلاث اشخاص. اذا عندنا 24000 سياره تاكسي في دمشق لوحده، معناتها في 75000 اذا ما كانوا 100000 شخص يعملون على سيارات تاكسي. شو ممكن يكون في حل بديل للمواطن؟ يعني مثل ما ذكرت لا يوجد وسائط نقل مناسبه او كافيه بدمشق وريفها، كيف ممكن يتعامل المواطن مع هذا الموضوع، خاصه انه كثير التعريفات ارتفعت؟ يعني الناس عم تنزل مثلا من قدسيه بتقول لك انا نازل على البرامكه بيدفع للتاكسي للسيرفيس كانه دافع لتاكسي على ايام قبل، فكتير فرقت يعني المبالغ. يعني الحل الوحيد هو بتنظيم قطاع النقل، حافلات نقل عامة تابعة للدولة، أو بتحديد أسعار وضبط الأسعار، أسعار الحافلات، أسعار تعرفة النقل، عدم ترك هذا الموضوع على مزاجية دائرة المواصلات بمحافظة دمشق اللي هي بالنهاية مثل ما تفضل ضيف حسب شو بيندفع لها بتشتغل. تماماً. نعم، نحن مكملين بحديثنا ولكن بدنا نشوف بعض التعليقات على الفيسبوك، خلينا نشوف ردود الفعل على هذا القرار. على أساس الشعب ما بيركب إلا موديل حديث ومكيف، حاجة تقطعوا بأرزاق العالم. يعني لسوء منظرها وحالتها الفنية لازم تصير سرفيس، عن جد شي غريب. من 30 سنة وضعت شركة أرمنية مخطط لمترو الأنفاق في دمشق وتم دراسته، ولكن المشروع لم يبصر النور إلى يومنا هذا بسبب تضاربه مع مصالح بعض الوزراء والمتنفذين آنذاك. صدقا مشروع مترو هو ما تحتاجه مدينة كدمشق، لو تم تنفيذه لاختصرت تكاسي دمشق وعشقتها إلى النصف، ولكن لا حياة لمن تنادي. أكثر حدا معطر شوفير التاكسي اللي دوبه مطلع لقمة عيشه، روحوا جددوا المدارس والمشافي المعفنة قبل ما تجددوا السيارات. أستاذ مرشد بدنا نرجع لك، يمكن سمعت التعليقات اللي كانت معنا هلأ، يعني واضح أنه الشعب كتير وعيان للي عم بيصير، ويعني ما ممكن تنطلع عليه هاي القصص هلأ، يعني في كتير مرفقات مثل ما ذكروا هي بحاجة تجديد أكتر، وشوفير التاكسي يعني اعتبروا أنه هو المعتر اللي ما له دخل يعني. طبعا السوريين اختبروا يعني هذا النظام المجرم طيلة 50 عاما، وبالتأكيد هن بيعرفوا طبيعة هذا النظام، وبيعرفوا سابقا يعني بين قوسين أيام الرخاء، يعني لم يستطع النظام على الإطلاق حل أي من مشكلات السوريين على الدوام. كان هناك اختناقات في المواد التموينية على الدوام، كان هناك اختناقات مرورية على الدوام، هناك كان الفساد منظم ويتراكم بشكل كبير. ولذلك يعني تصور حتى الآن مثلا دمشق حاليا فيها 7 شركات خاصة للنقل الداخلي، تتكون أو فيها أسطول من 250 باص نقل داخلي، يضاف لها شركة النقل الداخلي التابعة لوزارة النقل وبأسطول 40 باص أيضا، يعني المجموع الكلي 300 باص نقل داخلي فقط لا غير لمدينة كبيرة مكتظة. بالنسبة لموضوع في أحد المعلقين حكى عن موضوع المترو الأنفاق،
انه هو الانسب لمدينه مثل دمشق وريفها. تمام. شو رايك بهذا الموضوع؟ انا 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 في تقديري الشخصي ان طالما نظام الاسد يمتلك وزيرا مختصا اسمه وزير النقل هو اللي يخرج الزير من البير، هو ليخرج هذه المشكلات من عنق الزجاجة. نحن نوصف الحال ولا نقدم يعني او لا نقترح. انا على على يعني انا على المستوى الشخصي بدائل. يعني على على مستوى الشخصي يعني ابخل باي اقتراح اقدمه لنظام الاسد، لان هذا النظام نظام مجرم يعمل ضد السوريين. يعني كان فيه يعمل 1000 مترو في كل سوريا، تمام، ولم ذلك لم يقدم على اي شيء. راكم أزمة المرور وفاقم أزمة المرور في جميع المدن السورية، ولذلك أنا يعني أربع بأنفسنا على المقدمة أي نصيحة كانت يعني لندعه ويفعل يعني ما يشاء طالما أن رائحته أو رائحة الفساد يعني زكمت الأنوف. نعم. فيما يخص سؤال حلقة اليوم، قرار بتحويل سيارات الأجرة من طراز 2001 وما قبل إلى العمل كتاكسي سيرفيس، هل تعتقد أن ذلك حلا لأزمة التنقل داخل دمشق؟ النسبة كانت نعم 33% ولا 67%. النسبة الأكبر أستاذ جواد هي 67% لا. هو ليس حلا بالتأكيد، وضرر للمواطنين وضرر للسائقين المعتاشين على هذه وسائل النقل، فبالتأكيد هو ليس حلا. تعليق أخير منك أستاذ مرشد. هو ضرر بالتأكيد، هو قرار مستبد لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار مصالح المتضررين. يعني بمعنى أنه قرار بني إفراديا، بنى ديكتاتوريا، ولم يدع وقد يكون لمصالح معينة. السوري طبعا بالتأكيد هو نعم تلبية لمصالح معينة، ولذلك لم يحظى بأي دعم. يعني لم توزع حكومة الأسد أي استبيانات على أصحاب السيارات المتضررة التي سيمل القرار حتى يتبينوا نسبة الضرر وكيف يعوضوه. تصور أن الشخص آخر همون يعني هذا الموضوع فقط بالضبط يمنحك قرارا واحدا بنهاية العام الماضي ستتحول إلى تاكسي وأجرة فقط لا غير، يعني لا يعطي خيارات أخرى. على سبيل المثال أن تستورد سيارة معفية من الضرائب، أن يعوضك عن نصف ثمن السيارة عن إلى آخره كما تفعل الحكومات الراشدة. هو قرار يشبه وجه نظام الأسد الأحادي الذي يعني يفعل كل ما يضر بالسوريين وبحياة السوريين. نعم. أستاذ جواد عندك شيء سريع لو سمحت. يعني هو النظام يسعى لإشغال الرأي العام، رأي العام السوريين داخل سوريا بأي شيء. القضايا اللي تشغل بال السوريين داخل سوريا هي الآن هي المواصلات، الغاز، الخبز، هاي التفاصيل. فهو بالنهاية يسعى لإصدار قرارات تشغل الناس بهاي القرارات، تشغل الناس بحيثياتها لأبعادها عن قضايا أخرى. فهو يعني هو لا شيء، هي قرارات والسلام. نشكرك جواد مونة مدير تحرير صحيفة سوريتنا على المعلومات قدمت لنا إياها، وأيضا نتشكر الصحفي الاقتصادي مرشد النايف. شكرا لك أيضا. شكرا لك. فاصل وبعدين منتابع.